هذا ده مصدر تيار، ودي عندي مجموعة الليهات، وده المحول بيحول من 220 فولت 12 ل 12، وده المستقبل، وده الكونتاكتور، ودي مروحة الوحدة الخارجية، وده الضاغط استبدلناهم باللمبة، وده البلف العاكس، ودي ثلاث سرعات مراوح. أول حاجة عندي هناخد من كل طرف لمبة، من كل طرف لمبة مصدر تيار كهربا. بعد كده عندي طرفين تيار اهم، واحد هنوصله بالان، الطرف الثاني هنوصله على الكونتاكت. بعد كده عندي الطرف ده هنوصله بالان طرف كهربا، الطرف ده هنوصله على الكونتاكت. بعد كده هنوصل ثلاث سرعات مراوح. عندي دي السرعه المنخفضه، دي السرعه المتوسطه. بتوصليهم فين؟ بوصلهم في الريلي، كارت الريلي. وعندي ده الوحده مروحه الوحده الداخليه، السرعه العاليه. عندي الوقت العاكس نوصله اهو. عندي بعد كده طرفين حواف الضاغط هنوصلهم بالكونتاكتور. عندي طرفين حواف مروحة الوحدة الخارجية عندي الكويل موصل طرف من هنا عشان يمر تيار كهربي. الطرف الثاني هنوصله، بعد كده هنوصل الطرف ده هنا في الكويل واليوتر كده. بقى هنشغل الدايما. كده